ازاي تكتب خبر؟ عشان تكتب خبر ينبغي لمحتوى الخبر ان يجيب على الاسئلة التالية، 5 اسئلة تبدأ بحرف W والمعروفة ب5W بالاضافة لسؤال يبدأ بحرف ال H. هذه الاسئلة هي: What؟ ماذا حدث؟ Who؟ من هم اطراف الحدث؟ Where؟ اين وقع الحدث؟ When؟ متى وقع الحدث؟ Why؟ لماذا وقع الحدث؟ وأخيرا السؤال السادس How؟ كيف وقع الحدث؟ ولا يشترط في الخبر أن يجيب على كل الأسئلة، ولكن على الأقل ينبغي أن يجيب على 4 أسئلة الأولى: ماذا؟ ومن؟ وأين؟ ومتى؟